بسعدنا انه تكون معنا اسماء قصاص الفنانه التشكيليه من اسطنبول. يسعد صباحك اسماء. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور. يعني اكثر شيء كان ملفت اليوم، يعني اول شيء بدنا نحييكي على هاي الهوايه الحلوه وعلى كل شيء عم تعمليه، ولكن اكثر شيء كان ملفت هو الرسم على السيارات، وهي بعرف انه كانت شغلتنا نحن وصغار طول ما لنا ماشيين نرسم بالغبره باصبعتنا. كيف كانت هاي الفكره، هي وليده شو، وقد ايه بتدوم الرسمه؟ لا حقيقة الرسمة ما بتدوم، الفكرة كانت وليدة مثل ما خبرت بالمقابل قبل، انه كان في سيارة مغبرة بشكل يعني كثير واضح كبير. نعم، فكنت انا حابة ارسم، جرب ارسم شيء شوي معقد اكثر من الرسمات اللي كنا نرسمها مثل عم تقولي ونحن صغار. فانه جرب شيء انا خلص يعني صار اختصاصي، انه جرب ارجع اعمل هاي المحاولة. فلقيت السيارة هي ظلت أكثر من يوم مستفزني وجودها، فقلت خلص لازم أرسم عليها، وكانت تجربة ناجحة. وبالعكس بكرة أصحاب السيارات إذا شافوا هاي الرسمة حلوة يبطلوا يغسلوها، بطلوا يغسلوا السيارة مشان تضل موجودة. صحيح، هو هيك صار يصير إنه صار يبعثوا لي على إنستغرام صورة السيارة ويقولوا لي إنه أنا صاحب السيارة والرسمة كثير حلوة. شكرا لك. حلو. فكرة حلوة. أسماء ذكرتي بالتقرير أنه ما مهم المواد اللي بترسمي فيها، الأهم هو الفكرة وموهبة الرسم. لأي نوع رسم بتميلي أكثر شيء؟ هلأ تماماً هذا الحكي صحيح. أنا حالياً بحب أرسم على السيارات أكثر شيء، لأنه فيها تحدي مثل ما حكيت قبل، أنه لحتى كيف تبين الظل والضوء لازم تكون كتير دقيق، وأنت عم تمسح طبقة الغبرة قديش لازم تمسح من الغبرة، فهذا الشيء بخليني استمتع وانا عم برسم. بس بشكل عام انا برسم بالاكريليك وبرسم بالزيتي وبرسم بالحبر وبالفحم والرصاص. واكثر شيء هلا اللي عم يساعدني يكون مستمره بالرسم هو الاكريليك، لانه يعني من سهوله انه بينشف، مو مثل الزيتي وكذا. صحيح. هلا حسيت بالتقرير انه الرسم عندك يعني متعه وهوايه، شو بتفضلي أكثر شيء، يعني ترسمي وجوه مثلا، طبيعة؟ لا أنا بميل صحيح للوجوه أو للأشكال، بس بميل إنه ما أرسم إنه بس وجه ناشف، يعني مو بس مجرد وجه، بحب إنه يكون فيه له قصة. بحب أدمج شغلات تعبر عن قصة معينة، وبس بستخدم الوجوه بشكل أكثر. شو إحساسك أنت وعم ترسمي؟ يعني بحسك إنه بتفصلي عن العالم، ما هم بين من التقرير. تماما، أنا بفصل عن العالم بالرسم بشكل عام، يعني هو الشيء اللي بخليني أكون خلص مروقة، يعني كل شيء بيسقط. أسمع نعم نعم. اليوم علاقة الفن بالعلاج النفسي قد ايه اليوم؟ نحن بنعرف انه عم بيكون في كم رسومات هائلة، وفي رسامين مختصين بانه اليوم يعملوا لوحات او يعلقوا لوحاتهم بمشافي معينة لمرضى اطفال او مرضى سرطانات وما شابه. قد ايه بتحسي اليوم انه الموضوع بالفعل مرتبط، وممكن انه يكون الفن كثير يلعب دور بمجال العلاج النفسي؟ صحيح، حقيقة هذا الموضوع صار له زمان كتير، يعني بالتاريخ حتى معروف بالعرب كانوا يستخدموا الفن مثل الموسيقى مثل الرسم لحتى يساعدوا بالعلاج النفسي لحتى يتخلصوا من اضطرابات، وهو حاليا عم يرجع يتطور هذا الموضوع يمكن بشكل أكبر. فهو أنا بحب أنه إذا قدرت أتعلم كيف أعلم الناس يساعدوا يعني حالهم بالعلاج والتشافي عن طريق الرسم. من خلال شو أسماء؟ يعني أي طريق اليوم عم تتبعي، أو بشو عم تقوي حالك لا يمكن تخطي بهذا المجال؟ حقيقة أنا حاليا لسه عم حاول أساعد حالي، أعرف أنا كيف التجربة تبعي، يعني قديش عم يساعدني الرسم، كيف فيني أنا طور هاي المهارة وطور أعرف عن مشاعري أكثر. وإذا حسيت أنه أنا تمام أوكي ومستعدة رح عم فكر أنه أدرس هذا الاختصاص بشكل أكاديمي. حلو، كل التوفيق لك. ختاما يعني ذكرت أيضا أنه في عندك لفتات إنسانية من ناحية مساعدة ناس بالداخل السوري أو حتى بغزة من خلال التبرع بقسم من العائدات، عائدات الرسم. احكي لنا أكثر عن هاي النقطة. صحيح، حقيقة هي القصة خطرت ببالي، لأنه أنا كنت أولا بأحداث إدلب اللي بلشت قبل،
كنت طالبة وما عندي شيء مادي إنه أقدر أقدمه، لكن خطر ببالي إنه أنا ممكن أكمل بهذا المشروع وحط قسم من العائدات يروح لهنيك. وكانت فكرة الأكبر إنه نوصل فكرة لكل العالم، لكل أصحاب المشاريع أو لحتى أصحاب الرواتب، إنه يحطوا قسم من راتبهم الشهري مثلا أو قسم من أرباحهم كمشاريع ويبعتوها لإدلب أو لغزة. أسماء تفضلي كملي. لا بس الفكرة أنه حاولت أنه أنشر هاي الفكرة بقدر المستطاع، لكن ما بعتقد أني نجحت للأسف. كان في محاولات قبل، يعني كانوا عم يسعوا بكل المجالات، منا نجح منا مثل ما قلتي يمكن كان فيها صعوبة وللأسف فشلت. أسماء قد ايه بتحسي اليوم انه لك دور بالمعارض، بتحاولي انك تلاحقي هذا الموضوع وتسهمي بانه تنتشر يمكن لوحاتك او الشيء اللي بتعمليه بمعارض معينة او بتتواصلي مع الخارج؟ حقيقة من زمان كنت ساهم بمعارض للدولة، يعني بلديات مثل بلدية اسكدار، عملت كذا معرض مشترك معهم، وعملت كمان جدارية لبلدية اسكدار، مركز ثقافي تابع لبلدية اسكدار. كانت امك ترسم لك ابوك، اليوم انت مين رسمتي من العائلة؟ صحيح عملتي لهم لوحات؟ في فترة كنت بعيدة عن اخواتي، رسمت اثنين منهم صحيح، وحاولت طبعا ارسم امي وابي، بس بيضلوا الاشخاص القريبين تحسي انه صعب ترسميهم. ما بتطالعيهم صح؟ وكيف كان رضاهم اخواتك عن الرسمه؟ عجبتهم؟ حسب، قعدت كثير تجارب، اول تجارب طبعا لا ما عجبتهم. هو بيطلع يمكن الاحساس اكثر من انه يطلع الشخص بالبورتريه مثل ما قلتي القريب، انه كيف انت بتحسي او كيف بتشوفيه بترسمي، مشان هيك كنا بيشوفوا حاله مختلفين تماما. ولانه بتكوني انت متمعنه كثير بالتفاصيل تبعاتهم، فانت ما بتقدري تتخلي ولا عن تفصيل. كل التوفيق لك. الله يخليك. مبسوطين باستضافتك، وفعلا رسمه كثير حلو. كل التوفيق لك اسماء قصاص، فنانه تشكيليه. نهارك سعيد، شكرا لك. اهلا وسهلا.